راجعالي من القسم يا هانم. ده بدل ما تقول لي حمد لله على السلامة. ادي اخره مأموريات الجورنال يا ست البيت، مراتي بقت سوابق. في ايه يا علي؟ كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة. كنت في الشغل؟ وايه اللي في وشك ده؟ ختم النجاح وسام الكفاءة؟ لا ده اسمه ضريبة العمل. وبعدين عادي يعني بتحصل، ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لاي اصابة. اصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي، وبعدين عمل لك ايه يعني ظهورك في التلفزيون؟ ولا حاجة. ليه خد قروش قروش ليه علي؟ قروش انت هتطبخي بيهم بعد كده؟ لا حرميهم، امسك بس. مامي ده الصبح حبيبي. ايف ايه اللي عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، معلش بقى اعمل ايه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك، حاجات سودة صغيرة كده، هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي. قرصتها وحشة ومش نمل، دي اكيد برغيت يا مامي. برغيت؟ يا لا دي شكلها صراصير. يا صراصير خذ يا مامي والنبي هروشي مش قادرة. هروشي معلش هروشي جابت هروشي يا مامي القرف ده. هروشي كويس يا مي. يا مي انا مش قلتلك تستحمي؟ حاضر هستحمى يا سوني، قدامي حاضر هستحمى. يلا يا الولية اللي انا متجوزها دي يا مي. انا جرالي ايه؟